طيب ابدا بيكم، اسمع برضو رايكم في البطوله بشكل عام حتى الان في يومها الثالث. طبعا اليوم الاول ماشي اللي هو بيبقى فيه مباراه واحده، لكن بقيه الايام 3 ايام. يعني بطوله افريقيا السنه دي او النسخه الحاليه بتعكس بقى كل الموازين، يعني بتقلب كل الموازين زي ما بنقول. أوكي. دايما الفرق اللي دايما مصنفه في التصنيف اللي بعد الخمسه الاوائل، الخمسه العشره الاوائل، كابتن اسلام انا برضو قلبت التصنيف ده بيني وبينك على الواحد بيشوفه بالظبط. ده بقى يا جماعه ما فيش بقى، يعني ما تقعدش تقول لي اصل ناميبيا في ال 298 الف مليون وتونس في 3 ولا 4، خلاص طب يا جماعه الملعب صح وروني صح الملعب يا جماعه، مصر في المش عارف ايه وموزمبيق في الايه وفي الاخر 2-2. بالظبط. بنتكلم في غينيا الاستوائيه، موزمبيق، بنتكلم في الكاب فيردي، بنتكلم في غينيا، بنتكلم في انجولا، بنتكلم في ناميبيا. الفرق ديت عايزين نقول ان كل فرقه من ديت يا كابتن اسلام عطلت الفرق الكبار اللي هو المفروض حقيقي يعتبر المرشحين للبطوله بشكل كبير. ناميبيا سرقت فوز غالي جدا النهارده في الدقائق الاخيره من تونس. بنتكلم على انجولا وقفت الجزائر رغم يعني اداء بس قوي الجزائر جدا، شوط اول يعني حاجه شوط ثاني حاجه حاجه ثانيه. جامدين جدا. نتكلم على غينيا وقفت الكاميرون، بنتكلم على الكاب فيردي زي ما احنا عارفين فازت على غانا 2-1، بنتكلم على موزمبيق اللي احنا يعني في بشكل انفس في اخر الثواني تعادلنا بضربه جزاء، بنتكلم على غينيا الاستوائيه تعادلت مع نيجيريا. بدايات بطوله افريقيا هذه النسخه يا كابتن اسلام زي ما حضرتك قلت بالظبط، لا تعترف بمرشح او تصنيف او قيمه تسويقيه، يعني احنا بنتكلم في قيمه تسويقيه عاليه جدا، بنتكلم حتى المغرب هيلعب بكره، بنتكلم بقى على نيجيريا اللي طبعا اتعطلت امام غينيا الاستوائيه. نيجيريا اعلى قيمه تسويقيه بعد المغرب 334 مليون يورو، بعد كده كوتوفار، بعد كده السنغال، يعني بنتكلم حتى غانا اللي هي من اعلى القيمه التسويقيه، حتى الجزائر من اعلى خمس فرق. غانا بنتكلم في 195، يعني هنا معانا الصوره. المغرب طبعا لسه هتلعب بكره هنتكلم عليها. بنتكلم بقى على نيجيريا اهو 334 مليون يورو يعني فاصل 9، كوتوفار 334 مليون يورو، يعني بنتكلم في السنغال 274، غانا 195، الجزائر 189، كاميرون 140، مالي 140، مصر، يعني بنتكلم يا كابتن اسلام هنا فرق الفرق اللي يعتبر يعني خارج القيمه التسويقيه من التوب 10 مثلا من الفرق ديت احرجت الفرق الكبيره، ولا ننظر لقيمه تسويقيه بالظبط استثناء السنغال وكوتيفوار. السنغال وكوتيفوار هم افضل فريقين ظهروا، بس انا بالنسبه لي اداء السنغال لما نيجي نتكلم بقى اداء السنغال افضل كتير جدا، يعني اداء كوتيفوار كسبوا 2 ولكن غير مقنع بالنسبه لي. صحيح. صح. اداء السنغال طبعا مقنع بكل قوه، كل حامل اللقب 3-0 مرتاح جدا، بيقول انا منافس برضو على اللي جاي مين التالية. اللي جاي مين يلا بقى عشان ننطلق. فطبعا زي ما حضرتك قلت بالظبط لا نعترف، بنتكلم غينيا استوائيه موزمبيق ولسه في مفاجآت كبيره جدا. نتكلم بقى على منتخب مصر، دايما البدايات مختلفه، يعني عايز اقول لحضرتك لو هنرجع شويه بالتاريخ احنا بنتكلم على نسخة 2017 مثلا، بنتكلم على النسخ اخر نسخ لمنتخب مصر. نسخة 2019 مصر ومالي في الافتتاحية كان برضو 0-0 تعادل. 2019 هنا هو ماشي كان الفوز مصر على زيمبابوي 1-0. نتكلم برضو على 2021 النسخة الأخيرة خسرنا من نيجيريا في الافتتاحية 1-0. فعايزين نقول إن مش مقياس ان احنا مثلا تعطلنا امام موزمبيق، لا احنا بصوا على النسخ اللي فاتت كان نشوف اللي هيحصل فيها ايه. حتى دور المجموعات في البطولات اللي هي مثلا 2006 في 2008 في 98 كنا دايما في ماتش لازم بنقع فيه في دور المجموعات، فمش مقياس، بالعكس احنا ممكن نرجع وممكن احنا نقدر نشتغل ولكن دايما الرد يقول لك في هذا الامر انت ما انت في الاخر اتغلبت من نيجيريا السنه اللي فاتت او يعني البطوله اللي فاتت.